من الأمراض المزمنة غير المعدية، أوصت وزارة الصحة الشركات المصنعة للحوم المبردة بتخفيض نسبة الدهون المهدرجة والمشبعة والملح. هذا ما تم الكشف عنه في مؤتمر الغذاء والصحة الذي يعتبر محطة هامة للمشاركين للاطلاع على آخر مستجدات منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية. يتطرق المؤتمر من خلال المحاضرات وورش العمل للعديد من المواضيع، وأهمها المواضيع المتعلقة بأمراض القلب والتغذية السليمة، وأيضا السمنة والتغذية السليمة والنشاط البدني وأمراض السرطان والتغذية السليمة. إدارة التغذية والإطعام وضعت اشتراطات صحية جديدة في تحضير وإعداد الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى في المستشفيات للوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية. المنيو المقدم للمرضى في المستشفيات حرصنا أن احنا نغيره، بدينا نحط وجبات قليلة الدهون، قليلة الأملاح، غيرنا حتى طريقة تحضير هذه الوجبات في المستشفيات كلها، حتى المواد اللي تستعمل أيضا بدينا نغيرها، بدينا نستعمل مواد مثل ما قلنا حرصنا أن تكون كمية الدهون فيها قليلة. المؤتمر سلط الضوء على أهمية التغذية للوقاية من أمراض السمنة والسكر والسرطان، إذ تشير آخر الدراسات المثبتة عالميا إلى أن نصف أعداد المصابين بمرض سرطان القولون يمكنهم الوقاية من هذا المرض باتباع نمط حياة صحي، اللي هو عبارة عن أن وزن صحي والتغذية سليمة، نبتعد عن كل ما هو مصنع وبالأخص اللحوم المصنعة، نقلل من اللحوم الحمراء، نزيد نسبة الخضار والفواكه والألياف، وعمل برنامج رياضي متكامل، وإذا كان المريض مدخن يقلع عن التدخين، وإذا كان المريض لا ينام عدد كافي من لا يأخذ عدد كافي من ساعات النوم، فأيضا في علاقة وثيقة بين عدد ساعات النوم ومرض السمنة. محاور المؤتمر ركزت أيضا على دور التغذية في المراحل العمرية الأولى والجوانب النفسية الناتجة عن الأمراض المزمنة غير المعدية، والدور الهام لأطباء الرعاية الصحية الأولية للوقاية من الأمراض. رفع الوعي المجتمعي بأهمية اتباع أنماط تغذوية سليمة للوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة المرتبطة بها، وإطلاع العاملين في هذا الحقل على آخر التوصيات العالمية، هذا ما يسعى إليه القائمون على هذا المؤتمر.